منذ تأسيسه في 24 من أبريل عام 1907 تعاقب على رئاسة الأهلي 14 شخصية من رجال السياسة والمال والجيش ونجوم كرة القدم، ولكنه حقق 19 لقبا قاريا مع الثنائي التاريخي صالح سليم وحسن حمدي قبل تتويجه أمس بلقبه 20 مع رئيسه الجديد محمود طاهر. مع رمزه التاريخي صالح سليم حقق الأهلي 9 ألقاب بدأت بعد نحو عامين على توليه رئاسة النادي خلفا للفريق عبد المحسن كامل مرتجي، عندما أحرز الفريق لقب بطولة أبطال الدوري على حساب كوتوكو الغاني عام 82، واختتم هذا الحصاد بلقب السوبر لأول مرة في تاريخ النادي أيضا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي قبل نحو 50 يوما على وفاته في 6 مايو عام 2002. مع المايسترو توج الأهلي أيضا بلقبين في أبطال الدوري عامي 87 و2001 على حساب الثنائي الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي، وأربعة ألقاب في كأس الكؤوس أعوام 84 و85 و86 و93، كما حقق لقبه الوحيد في الكأس الأفرو آسيوية عام 88 في ظل وجود كادره الإداري الأبرز الذي تسلم جائزة نادي القرن في جوهانسبرغ مع الأسطورة محمود الخطيب عام 2001. بعد رحيل صالح تولى نائبه حسن حمدي المهمة، فوصل الفريق الأول نجاحاته على مدار 12 عاما وحقق 10 ألقاب، 5 منها في دوري الأبطال أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، ومثلها في السوبر أعوام 2006 و2007 و2009 و2013 و2014، كما شارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وحقق المركز الثالث في ثاني مشاركاته في اليابان عام 2006. وعلى ما يبدو أن مقولة الأهلي بمن حضر لا تقتصر فقط على لاعبي فريق كرة القدم، ولكنها تمتد لإدارات النادي المتعاقبة التي رحل من رحل من رموزها وابتعد من أراد له البعض الابتعاد، وبقي هذا الصرح شامخا وحاضرا دوما كبطل لا يشق له غبار. شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد، اجيال بتسلم بعد تاريخ مكتوب وتقول في واحد.